إنسان مرة واحدة بيعيش بهالحياة، ليش لحتى يحزن وينهم؟ اشتقت لكم كتير يا روحي. نحن كمان اشتقنا لك ماما. نحن جنبك، شوف أنا وسوهان عندك. أنا ما كنت حابة إني استسلم. بترجاكي ما تحكي هيك، أنت ما استسلمتي، بالعكس تماما حبيبتي. أنا ما عاد فيني أتحمل أكثر من هيك، خلص هاد هو قدري وأنا رضيانة. خلص. ماما لا تقولي هيك، بترجاكي. ماما ماما خليكي قوية. إيه فوراً على عيني. سوهان حياتي، من أمتى أنت هون؟ أنا بالصدفة كنت طالعة أتمشى، شفت سيارتك برا وإجيت لهون بسرعة مشان شوفك. ليش ما دقيتي وخبرتينا أنك جاي اليوم؟ هلأ هيك صار الحكي؟ إذا بدي إجي صار لازم خبركم؟ لا روحي ما قصدت. هلأ إذا شفتي عمي تحسين مو مشكلة، بس المشكلة إذا شافتك عادي لخانه، يعني هي صارت تعتبر حالة الأمرة والنهية والكل بالكل، حاسة حالة صاحبة البيت ويمكن أكتر. والله مسكينة هي عم تحلم. عم تدوري على شي محدد سوهان ساعدك؟ لا يسلم، ولقيت يلي بديها. سوهان رجاء خليكي هون شوي، ما عم أفهم، يعني في كتير قصص لازم نحكي فيها. خلص لا تروحي فورا. ما في شي ما أنا مفهوم، اتزوجت ولكني مبسوطة. لكي سوها هذا الحكي ما بتقنعي فيه حدا، الكل بيعرفوا انك تزوجتي بس لتقهري ابوكي، بس بالاخير انت اللي رح تخسري وانا مشان هيك خايفه عليكي. مو قدراني افهم ليش الكل شايف الموضوع من هي الزاويه. ما حكيتوا انت وكورهان حبيبتي؟ يعني ما حكى لك شو اللي مضايقه بهالقصه؟ بس ما فهمت عليه انه كيف وصل السلك لتحت السرج وصار يلي صار، وشو يلي وصل الجسور لهون؟ معقول هالشي؟ ايه انا جسور حكينا بالموضوع وهو ما دخله. صحيح جاهدة، ليكي بالنسبة لوصية ماما ما بدي تشغلوا بالكم، لأنه أنا وجسور اتفقنا. لا لكان عادي لخانم تكتب عقد زواج وجسور ما يكتب، ما بصير هالشي. أكيد مو أنت اللي طلبتي منه يكتب لك هذا العقد؟ لا روحي، هو اللي عرض علي. آه منيح، حلو كتير. عم ينتبه منيح، ما بده ينسى ولا نقطة، هو دقيق بالمواضيع اللي بتخصني. هيك لكان. صحيح إنه ما في عندكم مي؟ خذيتهم يحطوا لك بالسيارة، أكيد بتحتاجون. خدي هي يلا، أنا حطيت لك أكلات بتحبيها لتحسيني دائما جنبك. لا يا عمري أنتي ما في منك، يلي بيسمعك هلأ بفكر إني مسافرة خطوتين وبصير عندكم. آه هالخطوتين بتحسي بدهن سنة سفر، مع حق المسكينة. يعني مين كان يقول بيصير هيك؟ ما توقعت إني ما رح حقق أحلى حلم بحياتي كلياتها بإني شوفك عروس بنتي. أنا لبست الأبيض وحققت لك الحلم، ورح جيب لك الصور كمان. لك عم تتمسخر علي هلأ؟ كل مناسبة بتصير بالبيت بتقوموا الدنيا وما بتقعدوها. حبيت عرسي يكون مختلف شوي، وين المشكلة؟ آه أكيد رح نرجع نعمل حفلة بالبيت. خلص ولا يهمك، بس لا تزعلي مني ماشي؟ إمتى هالشي يعني؟ ما بعرف بعدين. مفكرة أبوكي بهالسهولة بينسى الموضوع؟ ما فكرت بهالشي أبدا. معناتها أنت عم تفكري تقلعينا من هون، بما أنه هاي المزرعة صارت إلك بعد ما تزوجتي. ما اختلف شي لحد اليوم، كل شي رح يضل مثل ما كان بهذا البيت جاهدة، ورح يخلق حفيد العائلة ويكبر بهالبيت كأنه كبران بطنك. مو شايفة يا عمته؟ حاسة ابني مستعجل كتير لحتى يشوفنا.
زايد وزني 3 كيلو. اسمعيني، اصحك تفكري تجيبي ولد هلا، فهمتي؟ اصحي. بهي في معها حق، سوهان زواجك كان بدون تفكير، بس موضوع الاولاد قرار مانو سهل. يعني هالموضوع اكيد مهم، بس انا لهلا ما سويت اي شيء رح اندم عليه، وقراري ما في تسرع. تمام. هاي شو عم تساوي هون؟ ما بروق شوي. مع السلامة، انتبهي على حالك. انتي شو عم تساوي هون؟ إلك عين تشوفينا بعد اللي صار؟ بس انا ما سويت اي شيء اخجل منه. شو؟ ليكون جوزك بعتك لعند اهلك من اول يوم؟ طمنيني اختي، صاير شيء بيناتكم؟ ابدا. يعني لازم يكون صاير معي شيء لحتى اجي على بيتي؟ لا حبيبتي، تعالي حتى نحكي شو. لا مو هلا اخي، انا اجيت بس لحتى اخذ الوصيه، لانه بابا متعود يشق كل ورقي اللي ما بيستفيد منه. بهالحركه امنت على حالي. عم تفكري تامني على حالك ولا جوزك هالحقير هو اللي بعتك لهون ليكون هو اللي قالك تعملي هيك واستغلك لحتى ياخذ هذا البيت منه؟ لا مو هيك، جسور وقع على اتفاق عمي، وقعوا على عقد زواج. شو معنى هالحكي؟ يعني جسور ما جبرني على شي بالمرة. أكيد عم يفكر بفخ جديد. هالشي بس أنت يلي بتساوي. حاولت وعيك وفهمك وقربك مني، وأنت بالمقابل عم تتحديني. يعني اعترفت وقدام الكل انه انت يلي عملت هالشي ما؟ بكره رح تندمي. طول ما حضرتك عم تسمعي كلام هداك الزلمه وعم يخليكي توقفي ضدنا رح تكوني خسرانه. انا مو ضدكم، بس مو قدرانه انسى يلي عملت. هذا اللي هو بده اياه، ولك كل هذا الشيء وما فهمتي؟ همه الوحيد انه يفرقنا عن بعضنا. هو مو مضطر يعذب حاله بهالشيء، اساسا انت عم تحقق له حلمه بدون ما يطلب منك. لك انتي